أهلا بكم من جديد. وصف البيان الختامي لاجتماعات أستانا بجولتها الخامسة المحادثات بالإيجابية، رغم عدم التوصل لاتفاق نهائي حول مناطق تخفيف التصعيد في سوريا، وسط حديث عن خلافات بين تلك الدول بخصوص بعض المناطق. تفاصيل أكثر في تقرير ساري عبد الحق. صفحة جديدة من مفاوضات أستانا في نسختها الخامسة تطوى بلا جديد حول الأزمة السورية، سوى تحديد موعد آخر للنسخة السادسة من جولة المفاوضات في نهاية أغسطس آب المقبل. رغم ذلك، عبرت الدول الضامنة عن تفاؤلها حيال نتائج الجولة الخامسة، تحديدا فيما يتعلق برسم حدود مناطق خفض التصعيد في سوريا. رئيس الوفد الروسي لأستانا ألكسندر لافرينتيف أكد عدم توقيع أي وثائق خلال جولة المفاوضات، ورغم إعلانه عن أن مناطق خفض التصعيد موجودة بالفعل في سوريا، إلا أن لافرينتيف شدد على أن قرار تأجيل إبرام الاتفاق الخاص بإقامة ثلاث مناطق لخفض التصعيد في إدلب وحمص والغوطة الشرقية ما هو إلا تأجيل مؤقت، مشيرا إلى أن ذلك سيتم التوقيع عليه في وقت قريب. وحول مناطق خفض التصعيد، أوضح رئيس الوفد الروسي أن العمل لا يزال جاريا على صياغة سبع وثائق حول إقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا، إحداها تلك التي تخص إنشاء مركز تنسيق لمراقبة الأوضاع فيها، والأخرى تتعلق بنشر قوات عسكرية في أراضي تلك المناطق، مؤكدا نشر وحدات من الشرطة العسكرية الروسية لمراقبة حدود مناطق خفض التصعيد. هذه التصريحات تأتي وسط حديث عن خلاف بين الدول الضامنة حول الخرائط النهائية لمناطق تخفيف التصعيد، خاصة في إدلب والجنوب السوري. وحول الجنوب تحديدا، يقال إن إيران رفضت مناقشة وضع الجبهة الجنوبية حاليا، ربما تبحث إيران عن تمدد لها في الجنوب قبل وضع أي حدود نهائية. أجدد الترحيب بالعقيد علي نصيف، محلل العسكري من الريحانية. أهلا بك من جديد. وينضم إلينا تيمور دويدار، كاتب ومحلل سياسي من موسكو. مساء الخير وأهلا بك معنا. وبسام العمادي، سفير سابق في السويد، ينضم إلينا من ستوكهولم. مساء الخير وأهلا بك معنا. وأبدأ معك سيد العمادي، برأيك لماذا أجل الضامنون الاتفاق في أستانا أو فشلوا في هذه الجولة الخامسة في التوصل إلى الاتفاق؟ على ماذا كانوا يختلفون برأيك؟ مساء الخير أختي الكريمة. يعني في الحقيقة بأن السبب الأساسي في الاختلاف هو أن روسيا وإيران وضعوا من الأساس أجندة هذا المؤتمر، والأجندة تتناسب مع مصالحهم، وهذا لا يتطابق بالإطلاق مع مطالب الشعب السوري ولا الفصائل التي حضرت، وحتى الذين حضروا بصفة شخصية يعني، وهذا لا يمثل السوريين على الإطلاق. أيضا تركيا لها مصالح، ويبدو أنها أيضا لم تتوافق مصالحها مع ما عرضه الروس في هذا المؤتمر. يعني يجب أن نقول منذ البداية، هذا المؤتمر، مؤتمر الأستانة، كان عبارة عن محاولة لتدجين الفصائل الثورية السورية المقاتلة في الشمال. للأسف بدأوا باسم تثبيت وقف إطلاق النار ومطالب أخرى وأمور أخرى، ولكن كل ما حدث هو إعطاء النظام فترة من الراحة من القتال مع الفصائل العسكرية في الشمال للتوجه إلى الجنوب والشرق. ورأينا بأن النظام استطاع إحراز تقدم في بعض المناطق الشرقية، والآن لا يزال يعني يستمر. نحن نقول النظام هو الحقيقة هو الميليشيات الإيرانية والروس وما تبقى من ميليشيا بشار الأسد. لذلك يعني كان من الأساس هذا المؤتمر حجة واهية لروسيا وإيران لدعم العصابة الأسدية ولدعم ما تبقى من جيش النظام والميليشيات ليتقدموا في المناطق التي كانت تسيطر عليها هذه الفصائل الثورية العسكرية السورية. وهذا يعني واضح جدا، لأنه لم يحدث لا وقف إطلاق النار ولا تخفيف تصعيد مناطق التوتر، يعني ما قالوا أنه يريدون أن يخففوا
التوتر في هذه المناطق لم يحدث ذلك، اختلفوا حتى على الحدود على ما يبدو، وسنرى في المستقبل أنه كانت هناك خلافات أكبر. يعني أحد الخلافات التي كانت واضحة هو ما صرحت به روسيا بأنهم يريدون إنشاء آلية مصالحة وطنية، وهذا أمر سياسي لا علاقة له على الإطلاق بالفساد العسكري، لذلك تم رفضه بشكل قاطع من قبل تركيا ومن قبل حتى الأشخاص الموجودين الذين كانوا بعضهم يمثل فصائل ثورية وبعضهم كان يمثل نفسه بشكل شخصي، يعني حضر بشكل شخصي. وهذا مستغرب أيضا. سيد دويدار، يعني سمعنا بالأمس بأن سيكون هناك قوات رقابة روسية تركية بالشمال وأيضا قوات رقابة روسية أمريكية أردنية بالجنوب، هل يحصل هذا فعلا أم لا؟ لأن الخلافات كانت حول هذه النقطة تحديدا والسبب هو إيران. يعني أنت لم تذكر إيران في هذا السياق، يعني هناك يعني علينا أن نفصل بين الحوار السياسي والسياسة العسكرية. يعني هؤلاء أو تلك القوات عليها أن تتواجد، وهناك الإيجابي أن هناك طرف أمريكي سوف يتواجد. يعني للأسف نلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية وهي عضو أساسي في حل هذه الأزمة. أنا أتحدث هنا عن الشراكة بين موسكو وواشنطن الناقصة لحل هذه الأزمة، فهذا شيء إيجابي. إن لم يجد هناك إيرانيين فأيضا إيجابي لنسبة كبيرة من المشاركين في حل هذه الأزمة، لكن أعتقد يعني نوعا ما من التواجد الإيراني سوف نراه. الأردنيين أيضا شيء إيجابي، نحن نتحدث بالطبع عن الجنوب في سوريا، لأن هناك رفض قاطع من قبل الأردن ومن قبل إسرائيل لتواجد أي قوات تابعة للإيرانيين إن كانت حزب الله أو غيرها، فهذا جزئية مهمة. إنما العراك السياسي الذي نشاهده بين تركيا وروسيا وإيران، يعني هذا المثلث يتعارك، هناك طريق بعيد للأسف في هذه الخصومات. نعم، عقيد نصيف، يعني يقال بأن إيران كانت رافضة لإدراج المنطقة الجنوبية ضمن مناطق تخفيف التصعيد، يعني برأيك هل هذا مؤشر على التصعيد من جديد من قبل إيران لكسب نفوذ أكبر في الأيام القادمة ثم بعد ذلك يتم تحديد الخرائط؟ أختي الكريمة، بس دعيني أوضح فكرة ثم أجيب على السؤال. الروسي والإيراني هم بالنسبة للثورة السورية وبالنسبة للشعب السوري هم دول محتلة، والمحتل عندما يفاوض الفصائل الثورية أو يفاوض ممثلين عن الشعب فهو يضع الشروط التي تناسبه. ففي وضع أستانا تم تأجيل أستانا، حد كان المقرر أن تعقد سابقا ولكن تم تأجيلها، وأعطي النظام والميليشيات الإيرانية مهلة للتقدم في جبهة درعا وتوسع مناطق سيطرة النفوذ والوصول إلى الحدود الأردنية معبر نصيب. والروس والقائد العسكري الروسي، القيادة العسكرية اعترفت بأنها قدمت دعم جوي إلى الميليشيات الإيرانية وإلى عصابات النظام بدرعا ولم يحققوا أي تقدم على الأرض. وبالتالي كي لا يكون هناك إحراج أمام الرأي العام والرأي الدولي، تم عقد مؤتمر جولة أستانا، هذه الجولة الخامسة، ويمكن أن يكون هناك جولات أخرى كثيرة أيضا. وبالتالي لم يتم التوقيع على أي اتفاق مناطق خفض، وهناك خلافات. إيران تسعى بكل تأكيد للتمدد في الجنوب السوري وفي الجنوب الشرقي السوري من أجل أن تسيطر على أكبر نفوذ، وبالحقيقة يعني دعيني أقول برأيي أن كل هذه الخلافات هي من أجل تقسيم سوريا إلى مناطق وسيطرة ونفوذ، إلى مناطق سيطرة نفوذ. سيد بسام العمادي، يعني برأيك لماذا هناك انقسام ضمن فصائل المعارضة؟ يعني السيد العميد يعني بري يتهم الأردن بأنها هي من منعت فصائل الجبهة الجنوبية للحضور في هذه الجولة الخامسة، وبالأمس فصائل الجبهة الجنوبية تنتقد الفصائل التي شاركت.
شوفي أختي الكريمة، يعني في الحقيقة قبل الأستانة واحد، عندما كان هناك دعوة لأستانة واحد، سألني البعض عن الحضور أو عدم الحضور. قلت لهم لا بأس من الحضور، لأنه كان من الواضح أن روسيا تريد أن تخرج من هذا المستنقع. ولكن بعد أستانة واضح واحد أصبح واضحا بأن روسيا ليست جادة، وأن المخطط الموضوع كان لتدجين الفصائل وتحويل كل الأمر لتحقيق مطالب روسيا وما لم تستطع أن تحققه عسكريا، لذلك أرادت أن تحققه سياسيا أو من خلال المؤتمرات. ولذلك عدت ونصحت من نصحتهم سابقا بالحضور بأن لا يحضروا، وشرحنا هذا الموضوع وكتبنا عن الإساءات الكثيرة التي وجهت للفصائل الثورية التي سميت بالمعارضة المسلحة، وهذا ما يجعلها تحت القانون الدولي إرهابية يعني. وتحدثت عن الإساءات الكثيرة التي صدرت بالبيان الأول، ونصحت بعدم الحضور. لذلك في بعد ذلك، بعد المؤتمر الأول، كان على الفصائل التوقف عن الحضور، لأنه لم يحدث أي تقدم، لا في وقف إطلاق النار، ولا في إطلاق المعتقلين، ولا في إيصال المواد الإنسانية. يعني كل ما بني عليه المؤتمر الإستانة أو ادعت روسيا بأنها تريد تحقيقه لم يحدث. وللأسف الطرف التركي لم يقم بالمساعدة في وقف الحضور، بل ضغط على بعض الفصائل للحضور، وهذا ما قالوه. يعني سيد عمادي، هناك من يقول يعني الضغط للحضور أو الضغط لعدم الحضور يعني نفس الشيء، لأنه ولن يغير شيء، لأن بالنهاية الدول الضامنة هي التي تحدد، وهي التي تقرر، وهي التي تضع يعني الخطوط الكبيرة، إن تؤجل أو تتفق لأي شيء. ليست الدول الضامنة كلها، يعني الدول الضامنة هنا هي تركيا وإيران وروسيا، ولكن للأسف الواضح بأن الدول المؤثرة هي روسيا وإيران. أما تركيا كان لها مصالح مع روسيا، لذلك ضغطت على الفصائل للحضور. وكان يعني طبعا يجب أن نعترف، روسيا لها مصالح، إيران لها مصالح، تركيا لها مصالح، ونحن كشعب سوري لدينا مصالح. هناك أحيانا يعني تتطابق المصالح، وأحيانا تختلف، وأحيانا تتقارب. يجب على الفصائل الثورية وكل من يحضر الأستانة أن يعي تماما أين مصالحنا، ويقول لمن يضغط علينا سواء بالحضور أو عدم الحضور بأن لا ليست لدينا مصالح، إما بالحضور أو بعدم الحضور. يعني ليس من السيء أن تضغط دولة ما، ولكن من السيء أن نقبل هذا الضغط حتى لو كنا بحاجة، لأنه يعني الحضور فقط الحضور كان يعني الموافقة على البيانات التي صدرت، يعني وهذا قلناه، كان يجب على الفصائل التي حضرت أن تصدر بيانا وترسله إلى الأمم المتحدة التي أودعت لديها البيانات التي صدرت عن الإستانة السابقة، والتي أصبحت جزء من الاتفاقيات الدولية، والتي ستضغط روسيا لتنفيذها وتطبيقها. نعم سيد دويدار، روسيا من خلال هذه الجولة الجديدة من المحادثات ماذا كانت تريد ولم يتحقق نظرا لهذه الخلافات، ولماذا تتحدث اليوم عن مصالحة وطنية؟ هذه هي الخطة الأساسية، يعني يكون هناك حكومة وفاق، حكومة يعني حكومة تجمع هؤلاء المتنازعين، أو الحوار السوري السوري، يعني جمع هذا الحوار في هيئة تستطيع قيادة البلاد. يعني أتفق مع زملائي، يعني هم قالوا أشياء، ولكن مهمة. هذا يتعلق بالشأن السياسي، يعني مفهوم المصالحة الوطنية وتشكيل لجنة المصالحة الوطنية هو من مهام جنيف، يعني بالنهاية هي تتحدث اليوم في أستانا عن بقاء بشار الأسد والنظام. كل ذلك يعني كل الخطوات، جنيف، أستانا، القاهرة، موسكو، كل تلك المنصات، الغرض هو وقف الحرب الأهلية في سوريا، وقف نزيف الدم. ف يعني دعينا بعيدا عن العواطف أو الغيرة من جنيف وإلى، إن لاحظنا وهذا شيء مهم، يعني أنت ذكرت ما هو الإيجابي، وأتفق مع زميلي عندما ذكر عن التوغل للقوات السورية وإحداث ربما تقدم عسكري. فبالطبع بالنسبة لروسيا وإيران هذا شيء إيجابي، تمديد الوقت. بالنسبة لتركيا هناك اعتراض بالطبع، فهناك إيجابيات على الأرض تحصل
لبعض من الأطراف. لكن المهم أن نذكر يعني أن الغرض الأساسي وقف نزيف الدم، وهو يعني عندما إن قرأنا الصحف الروسية أو ما يقال في روسيا، هناك نبرات جديدة ليست جماعات إرهابية، إنما من بضعة أيام أصبحت هذه الفصائل معارضة سورية. هذا رقم واحد مهم. طيب. ثانيا من الخطابات التي نستطيع. أعذرني، الوقت انتهى سيد الدويدار. فقط باختصار للعقيد نصيف، يعني بالنسبة للشمال السوري تحديدا، سمعنا خلال يعني أسبوع أو الأسبوعين رئيس الوفد الروسي يتحدث عن نشر قوات روسية في الشمال السوري، أين ستكون وهل ستقابلها قوات تركية؟ بالتأكيد ما صرحت عنه روسيا هو من الستانة الماضي أربعة قد قامت القوات الروسية والنظام برفع سواتر على جبهة ريف حما الشمالي، وبالتالي وصول وأيضا تم وصول بعض الشرطة العسكرية الروسية إلى مطار حما وتمركزت في حما، وسيتم نشر هذه القوات إذا كان هناك فعلا نشر لقوات للشرطة العسكرية الروسية، سيتم نشرها على جبهات الريف الشمالي لحما. بالمقابل سيكون إذا كان هناك نقاط مراقبة أيضا تركية ستكون على الطرف المقابل من جهة ريف إدلب الجنوبي. شكرا جزيلا لك عقيد علي نصيف محلل عسكري من الريحانية. شكرا جزيلا لك تيمور دويدار كاتب ومحلل سياسي من موسكو. شكرا جزيلا لك بسام العمادي سفير سابق في السويد من ستوكهولم. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا في أمان الله.